كتير من الناس حلمهم انهم يشتروا شقه، لكن ارتفاع اسعار الشقق والعقارات بشكل مبالغ فيه خلى الحلم بعيد. بس خلاص، انت دلوقتي ممكن تشتري الشقه اللي نفسك فيها من خلال مبادرات التمويل العقاري. لكن ايه حكايه المبادرات دي؟ وايه هي البنوك اللي بتقدمها؟ ويا ترى شروطها ايه؟ كل ده واكتر هتعرفه لما تتابعني في الفيديو ده. انا ايل، وليلي كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. أسعار العقارات الشهور الأخيرة ارتفعت بشكل مبالغ فيه، ودلوقتي كل اللي كان حلمه شقة خلاص ما بقاش حتى بيفكر يشتري. بس استنى، انت تقدر دلوقتي تحقق حلمك وتشتري الشقة اللي نفسك فيها، وده من خلال مبادرات التمويل العقاري واللي بتقدمها كتير من البنوك في مصر، واللي كمان بيتنافسوا فيها علشان يقدموا شروط وتسهيلات تنافس كل الطبقات. من ضمن المبادرات دي مبادرة البنك الأهلي، من الموقع الإلكتروني للبنك شروط مبادرة التمويل العقاري اللي يكون الدخل الشهري للعميل هو 6000 جنيه للفرد و 8000 جنيه للأسرة. كمان من ضمن الشروط دي إنه ما يقلش سن المتقدم للمبادرة عن 21 سنة وما يتعداش سنه عن 65 سنة، وده لكافة الشرايح وقت انتهاء التمويل أو عند بلوغ سن المعاش، وبحد أقصى 75 سنة في نهاية تمويل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش. طبعاً لازم يكون المتقدم مصر الجنسية، ومدة العمل في وظيفته ما تقلش عن 6 شهور لموظفين القطاع الخاص، والعام وسنة لأصحاب المهن والأعمال الحرة. على فكرة، مدة القرض أو التمويل الحد الأدنى ليها هو 5 سنين، والحد الأقصى 30 سنة، أما قيمته فبتكون 90% من إجمالي قيمة الوحدة، وده رقم محترم جداً للتمويل. بالنسبة بقى لوديعة الصيانة، فالبنك بيمنح 10% كحد أقصى من سعر الوحدة. بس يا ترى هو البنك بياخد قسط قد إيه؟ حسب موقع صدى البلد، البنك بياخد 40% من صافي دخل العميل، وده بعد استبعاد كل الرسوم وبعد سداد كل الالتزامات اللي عليه. والفايدة على القرض قيمتها 3%، وده متناقصة، أما بالنسبة للمصاريف الإدارية فبتكون 0.5% من مبلغ التمويل، وبيتم تقسيطها على فترة عمر القرض. لكن يا ترى هي ايه مميزات التمويل العقاري من البنك الاهلي؟ اول ميزه بتاخدها هو فتح حساب مجاني هناك، وده بالاضافه لمصاريف الاستعلام بتكون مجانيه برضو، وبتاخد كمان وثيقه تامين على الحياه والعجز الكلي. ده كمان بنك التعمير والاسكان بيقدم مبادره التمويل العقاري. طيب ايه هي شروطها؟ حسب موقع صدى البلد، من ضمن المبادره دي هو ان يكون الحد الاقصى لمساحه الوحده 150 متر، وتكون كامله التشطيب وجاهزه للسكن. كمان يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40,000 جنيه وللأسرة 50,000 جنيه. كمان يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.25 مليون، والحد الأدنى للمقدم للمسدد 20%، والحد الأقصى لنسبة التمويل 80%. دي كمان من ضمن الشروط عدم استفادة المتقدم من أي مبادرات أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبالنسبة للقسط الشهري فهيكون بنسبة 40% من الدخل الشهري. طيب ايه المستندات المطلوبة؟ بالنسبة للموظفين فانت بتقدم تعهد بتحويل مرتبك على البنك، وبتقدم كمان بطاقة الرقم القومي للزوج او الزوجة، ده كمان بتقدم صورة من قسمة الجواز وعقد ايجار او تمليك محل الاقامة او ايصال مرافق حديث لمحل الاقامة، وكشف حساب لمدة 6 شهور على الاقل. اما بالنسبة لاصحاب الانشطة التجارية فبيقدموا شهادة من محاسب قانوني بالدخل، مستخرج حديث من السجل التجاري، وده بالاضافة للبطاقة الضريبية وعقد ايجار او تمليك مقر النشاط، صورة البطاقة للزوج والزوجة وقسمة الجواز. بس خلي بالك، كل ده بشرط مرور سنة على القيد التجاري. دلوقتي بقى قولي رأيك في مبادرات التمويل العقاري من البنوك.